شنو البيزنس. هذا الفيديو انا قررت اني فكرت فكره تسجيله من اكثر من مره بسبب انه نفس السؤال يعاد علي، فانا حبيت ان انا اسوي فيديو مبسط بالشكل هذا، احاول اخليه مختصر ومبسط بحيث انه يعطيك فكره مش تفصيليه، فكره عامه عشان تعرف تتخذ قرار سليم في المشروع الجديد اللي تشتغل. طيب، هذا الفيديو ما هو موجه للفنيين، هو موجه للاشخاص اللي خارج نطاق التقنيه، يعني خلينا نقول زي عنوان الفيديو هذا التقنيه لغير التقنيه. طيب، فكرة انه يكون في مشروع تقني، خلينا نقول تحديدا في الموبايل وفي الويب، كثير ممكن الناس قاعدة تفكر فيها، ممكن حتى الآن في ناس بيفكروا ويخططوا في الموضوع، لكن يعني ما هو عارف، يعني في شيء ببلاش، في شيء رخيص، في شيء غالي. فكرة المشروع عنده ممكن ما هي واضحة، هو عنده هدف بس ما ينفصل بالشكل اللي هو يتناسب معه، ممكن يكون خاض التجربة لكن يخش على يخش في السوق ويخش في المؤسسات وهذا يحس انه هو حاسس، تمام، بيحس انه مو شيء اللي يبغاه، تمام، ولكن يفرض عليه حد، تمام، قد يكلفه هذا الشيء البزنس تبعه، قد يكلفه هذا الشيء خسائر معينه، وقد ممكن تمشي العجله وتنجح والعمليه تمشي، ولكن هو لا زال ما مرتاح، ما وصل للقناعه والراحه اللي هو يحتاجها، اللي هو يدور عليها، اللي قدامه عندهم حلول صحيحه وهو عنده رغبات اكيد صحيحه، وان كانت غير مقنعه عند الاخرين لكن هي الحاجه اللي هو يبغاها. تمام؟ هذا الفيديو هو للشخص هذا. تمام؟ طيب، خلينا قبل ما نبدا نتفق على بعض الاشياء. الحاجه الاولى، انت عندك دائما الهدف في النهايه، الهدف انك توصل لتطبيق، تمام، ممكن توصل لابلكيشن، خلاص. لما يكون عندك تطبيق واحد مركزي واحد فقط، فانت تتكلم عن لما يكون عندك أكثر من تطبيق فأنت تتكلم عن نظام، تمام؟ فلما نقول تطبيق هو تطبيق له هدف محدد، له هدف، بينما النظام هو خلينا نقول منهج عام يشمل عدة تطبيقات مترابطة مع بعضها. مثلا مثال الأنظمة اللي هو مثلا الـ ERP، في أنظمة مثلا، طبعا هذه الأنظمة متعارف عليها اللي هي الـ ERP ونظام الورشة المساعدات، لأنه في أكثر من تطبيق. في بعض الأنظمة غير معروفة، لأنه مثلا تروح لجهة معينة أو شركة معينة تحصل عندها عدة تطبيقات لكن مرتبطة مع بعض وبتعمل بتكافؤ، تمام؟ ما لها اسم، بس هي يقول لك النظام حقنا كده، عندنا البرنامج الفلاني والبرنامج الفلاني، لكن كلها مع بعض بتكون نظام، كلها مع بعض مشمولة بتكون نظام. كويس؟ ف
فانت لما هتبدا اول حاجه يعني تبدا انك انت خط التجربه مهمه، لانه مهما حضرت وناس شرحوا لك وشفت وسمعت غير انك تجرب ما راح يتولد عندك خبره. ودائما خليك واثق مهما كانوا كل اللي حواليك بيضغطوا عليك او بيفرضوا عليك حل، خليك واثق من ارتياحك انت للحل. بس ارتياحك انت للحل هو الاساس، تمام؟ فلما تقول نظام، اذا انت هتبدا تسوي نظام يا انها تكون في مرحله لاحقه، تمام؟ او انك تكون اوريدي خط التجربه والان خلاص جاهز وعارف ايش هي التطبيقات اللي عندك وايش هو النظام اللي هتسويه. هذا عشان تبني نظام كامل، هذا موضوع يعني لوحده مشروع، يعني تدرس دراسه وتعرف ايش معطيات المحاضره هذه مشروع كبير. بس اليوم حنتكلم عن التطبيق، تمام؟ التطبيق يا سيدي الفضل، انا حطيتها بالاحمر عشان تكون عندك واضحه، وحاعتمد اني انا لما اجي اشرح، تمام؟ لما اجي اشرح حبتعد التقنيه وحاجي في مجال على الاقل انت تعرفه عشان اقرب لك وجهه النظر، تمام؟ ايش هو التطبيق؟ التطبيق دائما هي مدخلات ومخرجات، تمام؟ عندك شيء مثلا واحد يعمل استمارة، تمام؟ الاستمارة ايش يسموها؟ ابلكيشن، قبل الكمبيوتر وقبل اي حاجه. عندك استماره عبيتها، انت كده عبيت ابلكيشن. فايش هو الابلكيشن؟ معناته انت عندك استماره لادخال البيانات. هذا تطبيق. التطبيق هذا بعدين هنخش، ممكن هو تطبيق واحد او ممكن نظام. انت شوف في الحياه العاديه قبل ما يكون في كمبيوتر. بالمناسبه اي شيء موجود الكمبيوتر دخل فيه هو حسن اداؤه، والا كان موجود من اول، فالتطبيق والتطبيقات موجوده من زمان، بس الفكره انه اخذ شكل مختلف واحسن وكده بس، تمام؟ طيب، فعندك المدخل، دائما المدخل من تمام المدخل دائما عندك ايش؟ دائما يكون استمارة الإدخال، تمام؟ استمارة الإدخال، في النهاية عندك إدخال. في المخرج إيش عندك؟ في المخرج عندك نتيجة الإدخال هذا، تمام؟ العملية، تمام؟ انت لما تروح الصراف تدخل البطاقة، تدخل وتضغط، انت كده ادخلت، تعاملت مع التطبيق، التطبيق ايش اعطاك؟ اعطاك النتيجة، سحب فلوسك من الصرف. هذا ابسط مثال. لما تروح المستشفى تعمل استمارة انك انت سجلت، بعدين يعطوك بطاقة تسجيل. او في نادي نفس النادي. التعامل اللي هو انك انت عندك معامله، انك انت عملت اجراء وصار عندك نتيجه، هذا هو التطبيق. خلاص؟ طيب. الان خلينا نتكلم عن تطبيق بسيط. مثلا خلينا نتكلم عن الرسائل اس ام اس.
ابسط تطبيق موجود في جوال كل الجوالات من زمان. لا ايش هذا في التطبيق؟ انك انت بتدخل نص وبترسله لشخص ويوصل له، ولو العكس يجيك رساله. طيب كتطبيق يعني كمفهوم، لما تيجي تقول برنامج رسائل نصيه اس ام اس، الكل يعرف كمعرفة تمام ايش هو التطبيق ده، الكل يعرف. الفرق اللي يحصل ايش؟ اللي يحصل ايش هو؟ في معرفة هذه دائما عامة تمام؟ وفي كيف هذه خصوص خصوص. شوف الشيء العام الكل يعرفه، فلان اتغدى كلنا نتغدى، بس انت ايش تتغدى؟ تتغدى فلان ايش يتغدى؟ يختلف. فلان ايش يحب؟ وهذا ايش يحب؟ المطعم الفلاني في قائمة الغذاء ايش عنده؟ وهذا المطعم في قائمة الغذاء يختلف. فهنا يعتمد انت و التطبيق اللي تبغاه على اي كيفيه. الكلام مش في المعرفه، الكل يعرف، كلنا نعرف المسلمات، ولكن الكيفيه هي اهم مفصل اللي هو يخليك انك انت تكون راضي عن التطبيق. او التطبيق هذا ممكن يكون جوال، ممكن يكون ويب، ممكن يكون سيستم، ممكن يكون باي صيغه تتكتب، طالما انك انت راضي عنه، راضي عن أداءه، وجاب بنفس الكيفية التي تبغاها ونفس الأريحية التي تناسب وضعك واحتياجاتك الأساسية، هذا شيء مناسب لك وإن لم يناسب الجميع. تمام؟ فالأهم من إنك تحصل على التطبيق أو النظام إنه يكون مناسب لاحتياجاتك، وهذا هو أهم حاجة في التطبيق، اللي هو يحدد احتياجك أنت إيش هو، أنت احتياجك إيش هو. فلو أنت احتياجك كان من الكيف تمام، إذا كانت الكيفية في تنفيذ التطبيق اللي أنت طلبته بالمواصفات اللي أنت تحتاجها، إذا كان مهم بالنسبة لك، راح تضطر إذا أنت ما حصلت يعني شخص بنفس ظروفك، بنفس احتياجاتك، بنفس تطلعاتك، نفذ نفس التطبيق، انت هتضطر انك تعمل شيء اسمه خاص، خصوص خاص، تفصيل. التفصيل دائما مكلف، وقد يكون مكلف جدا تمام، يكون مكلف جدا تمام. طيب فلنفرض اذا كان انت رحت في العموم في العام، والله انت تبغى برنامج محاسب، رحت
في العام نزلت السوق طبعا كل العام تمام هيكون على كيف ايش؟ على كيف مين؟ على كيف صاحب المشروع اللي هو غني على كيف مين؟ على كيف المستهلك اللي في السوق تبعه هو فين؟ هو مثلا خلينا نقول في فرنسا مثلا فهيعملها على التناسب اللي يناسب طبيعة المحاسب الفرنسي مدى احتمالية انه برنامج المحاسبة يناسبك انت في البلد سين هنا اللي بيعتمد اذا كان التطبيق هذا يناسبك او لا اذا كان مناسب طبعا الشركة الفرنسية مثلا لما جت عملت التطبيق كلفها كثير بس وزعت التكلفة على أكثر من شخص وبالتالي هي بتبيعها بكيفيات يعني في تشابه بنفس الطلبات يعني في تشابه الطلبات وبالتالي لما يجي يبيعها لفرنسي آخر عادي تمشي تمام لأن نفس المتطلبات نفس الاحتياجات نفس كل شيء ولكن لما يجي يبيعها لواحد صيني يختلف يبيعها لواحد لغة ثانية مثلا بيهماني أو يبيعها لشخص عربي اتجاه النص مختلف قطع برضه حيكون فيه اختلاف يكون اختلاف في الشكل وفي الهيئة وغيرها